مش رح تشوفه. ضيوف رح يتحدوا الجاذبية، يرقصوا، يمثلوا ويلعبوا بشكل ما شفتون فيه من قبل، كلهم بحلقة الليلة، لأنه الليلة جنون. والمجنون الأكبر ماريو باسيل. سوار مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم جميعا بالليله جنون. بما انه الليله عيد الحب، عيد فالنتاين، بدي منكم تحضروا القعده، يعني حضروا الواين والشامباني، حضروا البطرخ والكافيار، حضروا شلش الزلوع والاويل مساج، ولولا لولا بحبك، جو تيم، اي لاف يو، تي امو، تي كيرو يا لوبلوتي بيا. لانه مفتاح الحب هو الضحكه، والليله رح نجن ونضحك مع ضيوفنا يلي هن الي متري. يا سكسي انت، سكسي. اما هلا كمان جيهان خمار. اوه يا حبيبي، تيامو هشام ابو سليمان. شباب جود، منال طحان. ونيكولا مزهر. اهلا 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 اهلا، حلقة سبيسيال فالنتاين، عيد الحب والجمال، شقرة وسمرة، ايوه المتر ما حدا قدك والحياة حلوة. اليوم نحن لاحظتوا جونا هيك هادي رايق، لأنه الحب بده رواق كثير رايق. طيب إذا بتريد اعمل شيء ثاني اتركني حب خيي. هذا عائل، هذا حب بس لإلي. واليوم كمان عندنا سبيشال جيست رح يغني معنا الفنان آدم. يا احلى حوا وحوا عنا هون. اوكي طيب، وعنا كمان على لعبه كمان جديده بهيدي الحلقه بالمقلوب. يو اهلا وسهلا فيكم جميعا. هشام اول مره بتطلع معنا، ويلكم ويلكم. والباقيين سرروا من اهل، بس يمكن مغلطين. كيف لك نفس تطلع بشباب وانت حدك صبيتين حلوين؟ ما انا عم جرب لهي حالي بشي ثاني. هو عم بجرك لك هلا اذا شي فينا نبدل. ماريو نبتدي مع اول لعبه يلي هي ليتس دانس. The Let's Dance. I want to invite the beautiful Jihan on stage. تقوموت يا مثل، تقوموت. شبكة. Jihan, black on black. Yes. On red. أنا وياك. شو حلو هذا؟ شو حلو فالنتاين؟ How are you? Good. أنا اليوم رايق وعلى رومانتك وهيك. ماريو ماريو عم نصور حلقة. عكم دقيقة رح تضل عم نقول جيم. عكم دقيقة رح تضلك رايق؟ حسب أنت شو بدك تولعي فيي. يعني.
جاب شو جريك؟ شو اخبارك؟ شو عم تعمل هالفتره؟ منيحة ماشي الحال. انت شو اخبارك؟ انا تمام غبري جود اي اور هذا كله تمام والعانة بارتينج ويام اوكي هلا في مرة. انا بعدني مستمره ببرنامج خبر مسرحيه خبر عاجل، برنامج مش معقول مع شرب اسكندر، ميلاد رزق، ريمون صليبا، صحية. اوكي. وفي مسلسل وجع الروح اللي عم يقطع على الاو تي في. وجع الروح بتوجع لي روحي. شوفك بعيده عنه بصير عنده وجع روح. بتوجع لي روحي كل ما تجي وتروح بتوجع لي الروح. بدنا نشوف اسامي الاغاني اللي بدك ترقص عليهم. جيهان هيدا قلبي، هيدا قلبي لإلك يا جيهان. انا باي ميله؟ انت بالنص. انا هيفا. لا انا مني هيفا. بلايم يوم ورا يوم سور ما روت قوم شو قول عيني ما تقوم قول عني ما تقول كام ما تقول و بروبلم ذير بروبلم ار يو ريدي فور جيهان 1 2 3 جو. هلا من بعد جيهان بتطلع هيدا الكاهن. هيدا شو؟ هيدا الكاهن. سعد بدك تعمل لي اجواء. ايه نيكولا بدي اعمل لك اجواء. شو بيفتح لك عنيني؟ عنا هشام انت ممثل دراما. اليوم عم نكسر الوجه للدراما بالليل جنون. وانا لها. وانت لها. نعم. وانت اكيد عندك كثير مواهب. لذلك انا هنا. لكن شفنا لهشام بعده برامج، وشو خبرنا بشو اكثر شيء حبيت بالبرامج اللي مثلت بالمسلسلات، وهلا شو مشاريعك الجديده؟ يعني انا ممثل، اي ادوار بتنعطاني انا لها. أوكي. بالدراما، بالكوميدي، بكل شيء. يعني انا ممثل حاضر العب ادوار. ولا شو المشاريع الجديده؟ هلا في مسلسلين عم صورون، واحد منهم اسمه بنت الشهبندر. اوف مين الشهبندر؟ لبناني سوري. الشهبندر لا. انا بتجوز بنته للشهبندر. بكون فادي ابراهيم. اصحاب اذا بنته للشهبندر تنكون عندنا واسطه يعني مع الشهبندر. تعال تنشوف اي اغاني بده يرقص عليهم هشام.
ماسو لولي دونت تيل ذم ما تقول لهم سحراني ما في شيء دبكه لوكت اوت فيك ترقص دبكه عليهم ايه عادي ايه ما ضروري ترقص انه الرقصه المضبوطه على الغنيه المضبوطه يلا هي بتضحك اكثر ترقص الرقصه الغلط على الغنيه المضبوطه اوكي إيه. اوكي لوكت اوت اوف هيفن لا فيستا Don't you worry, don't you worry, child. Are you ready for the jam? One, two, three, go! ممثل من الدرجة الأولى دراما كمان طلع كوميديان وطلع راقص متعدد المواهب لا بكبير إلى إيجاب محمود رايمان أما هلا بدي أستدعي شخصين كانوا بالمكسيك يا ساتر مع بعضهم بيشبهوا بعضهم بيضلوا مع بعضهم قاعدين ورا بعضهم ما بعرف مين قاعد ورا ومين قاعد قدام سعد وإلي بدري عروة عندي كانوا واقف بالنص هيك انا طويل انتو سعد هيك شو بنشبه شو هيدا؟ ايه بروم بروم ايه بروم امي طفي التلفزيون طيب طفي متري له امي طيب انا هلا عرفت انت هلا خلص خلصت لا ما ما بيعملي كلنا ايه كلنا خلص هيك مستحيل انت اليمين الوزره انت اليمين طيب كيف هالدعايه بطيء وما بطيء وكذا اول شيء عرفت صورتوها بالمكسيك يب خبرونا شوي هيك لانه كنا متحمس كثير حلو الاعلان باي ذا واي هو بطيء يعني هو انت سريع ايه بس مش بكل شيء يعني في باشياء كثير بطيء صدقني خلينا ما نخبرك خلينا ننتقل طيب سعد شو عم تعمل هالايام شو مشاريعك؟ هلا خلصنا عم يتعافى من السقعه اللي اكلها بالدعايه عندي بوست تروما اللي اكلتها من ورا السقعه كان في سقعه بتصوير مع انه شمس وكل شيء لا هي نفسيه هو كان في سقعه كثير كان في مقابله ثلاث برازيليات وعلى السقعه ما عم يقدر يعمل شيء بس ايه صراحه فهذا سبب لي مرض عم بتعافى لانه شكوا انه شو بك ليه كذا نحن ثلاثه عيط لي انا عيط لي ماريو صدقني يعني شو بدي اقول لك
وبس مبدئيا في تصوير بكفي يعني خلص يعني. وشو عم تعمل حاليا بحياتك ال تصوير؟ هلا عم صور مسلسل مبدئيا. اوكي وبس. اوكي الي عندك شيء تقوله ولا صرنا نعرف كل شيء عنك؟ انا عم بفتعل بسعد من وقت. طيب انا اشوف السيتويشنز اللي بدهم يرقصوا عليهم سعد والي. اول سيتويشن بدكم ترقصوها عم تغروا بنت، ثاني وحدة عم ترقص مثل شاكيرا على أغنية وكا وكا، عم ترقص اللمبادا، عم تعمل ستريبتيز، عم ترقص واي ام سي اي كاوبوي على حصان هين عليكم، واوبريتر عم ترد على التليفون. الخط بسرعة وتنط وتسكر الخط بسرعة وتنط. اوكي رح يطلع سيتويشنز هون. حاضرين لسعد وللمترة؟ 1 2 3 go. You know what to do with that big fat butt. Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle. Just a little bit of patty cake with no hands. Des canards qui en sortant de la mare se sautent tout le bas des rames et font coin coin. Mais comme les petits canards, et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en son coin coin. À présent claquer du bec, en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des coin coin. Allez mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les genoux. Le temps détonnant de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient méfie-toi cette fille là. مضبوط مجنين مجنين مجنين. بدنا نشوف هلا اهم لحظات يلي قطعوا بهدول البارتيات بطريقة السلو. تفضل. ايوه عليك الجمال. اجا عيد الحب. عدوا محلكم عدوا محلكم. حدا يتعاطى معي. عدوا محلكم. قوموني. هيدا عيد الحب. شلح 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 حلوة مع القلب وراك. ليش هيك؟ لا 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 أول هشام. هيدي عم يغريني كان. هيدي كثير قوية هاي الحركة. ما قطفت علينا إياها بس. اليوم فتحت أبواب الكوميديا لك يا هشام. انضمام الممثل باي باي دراما هشام أبو سليمان إلى فرقة ياكل بعلبك. عم بحكي جد. أنت ضمنت بهيدا الشيء إنك ما تتجوز بحياتك. لا تجوز. رح أطلق هلا. اوكي نور. ليك ليك ليك. اوه. ليك هون. شو عم بعمل كنت؟ اوبا اهلا. على فكرة حلو مش ضروري. وفرت علينا نحضر الحلقة بالبيت على ايه كامبر لورا. درويش تورنار تنور تطالع.
واللي لابس بوكسر ازرق يعني متري متري انا بفتخر سلامتك مش على الفسق والمجون على التلفزيون حلقة كتير ممتعة امتين للعبة التانية اللي هي أبجد هوز أبجد هوز عنا نيكولا نيكولا انت شبي صغير شقي جاي بيك خطيبته الجديدة بده يعرفك عليها خاصة انه فالنتاين أهلين حبيبي أوكي. يا بابا فأنت أكيد كبي بدك إياه يتقبل خطيبتك أكيد. وهو ما عم يتقبل وهو شوي بلا مربى أهلا وسهلا أوكي أتنسيون لكن بدنا نبلش بحرف الآ نيكولا بحرف الآ نبلش معك ولا بلش معي طيب ما نبلش معك يلا بتبلشوا معي ما نبلش مع هشام يلا أتنسيون 1 2 3 طب هشام آ موسيقى هون حزينة أوكي أرمل أنا أرمل عشان هيك قررت أرجع أخطب من جديد وأنا بصراحة جيب لك ابني عارفك عليه حتى كل شيء يكون من الأول بوضوح وصراحة ابني عرف عن حالك لو سمحت بابا أنا مش حسامحك ما تجيب لي درة على البيت شو عم يحكي هيدا؟ إيه؟ من كل عقله يعني؟ أصلا شو بتعرف عني حضرتك حتى عم تحكي بهالطريقة؟ وإذا ولد صغير؟ ضميرك انت وضميرك انت وضميرك ما تفكري إليك مرتين عفوا لو سمحت بابا لما احكي بتسكت بابا خطيبتي شو ماتيلدا ماتيلدا هيدا الصبي مزبوط شقي بس بنحب ايه بابا بس هيدي بشعه ما لنا حلوه افترضنا انه هيدا الشيء ابنك ولو كان صغير يعني احترم حالك لو سمحت لك جمالك جمال ما ترد عليها يا بابا جمالك جمال امك طلعي فيه جمال وشو بدك فيه شو بدك بهالخلقة احسن من هيك خلقة شو بدك طلعي قولي بابا قول بابا هلا بلا هبلك خلينا بالواقع بابا تفضل بابا شايف لشفافها شو بشعين خدودها نفختهم شعراتها مشقرين لك شو لابسه بقشرة بابا انا ما فيي اتحملها بالبيت هيدي يا حبيبي الجمال الطبيعي خلقه ربنا فيي انا جبت لك احلى بضاعه بالسوق يا بابا بابا خدها وروح من وجهي بابا لما بيقول هيك هذا الشيء ما بعرف ما بعرف ابدا صراحه اسكت لي اسكت نيرون كان لازم يحرقها نيرون ايه كان لازم يحطها ويحرقها يا نيرون او لا 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 كثير هيك تعرف ايه والله قدام بيك حاعمل حالي كثير منيحه معك بس بيني وبينك حطك تحت مني وانزل فيك خبيط تنتفك تنتيف بابا ما تقول هيك قدام ال بابا بابا بليز ما تجرسنا بابا بابا كيف تو فيسي علي دي زي دو مو جو بابا شو ما با اذا بابا شو با منو ما با جو مي با لي دي فيتي تشيب خلاص روح يا خي انا ما بدي اياك شوف انا ما بدي اياك بقى روح فوت انت وابنك وندبوا مع بعض وانا بتنسى رقمي وبتنسى انك شفتني بحياتك شو هالعيله هيدي السترة ايه ضربتك بالصميم السترة بابا سكون ذات واي سي جيب بابا حبيبي احكي عربي احكي ديمو الوغ ست بيرسون كاست فيسي الوغ بلا با اوكي بابا اوكي بابا يو ار very stupid stupid you are very stupid بابا هتحكي مع بطارية هت ولو ولو عم تقلي إلي ولو بابا أنا ابنك بابا أنا من لحمك ودمك
عم تبدلني بهيدي الشقفة؟ بتعرف شو؟ انت زيح وانت زحت من خلقتي. يا عمي روح الاكس ليه كسبتيني؟ ليه كسبتيني وكسبت ابني؟ لعبة كبيرة لمن اعلن ولا ايجا الدراما بأوجها اليوم بالبلاتو ليدي جنون الدراما بأوجها وننتقل للعبة الثانية اللي هي حرتي حريتي معنا دوز اكيب معنا السبايا الحلوين ضد الشباب البشعين اوكي معنا هدول حرتوقتين بدنا نشوف بس فينا نغير الاشياء ولا بدنا نعمل لا ما فينا لا ما صار مجبور مجبور بجواني حمر سوري اوكي بدنا نشوف كم استعمال بده يطلع معكم ويلي بيعلق ولا بعيد بيخسر خلص ربحنا Okay, ladies first. That can have one, two, three. Go, ladies. Vum, 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 vum. Direction Sierra. Okay, next. Jet ski. لا, بجيت سكي. إذا بدك بعدين جيت سكي. بس هلا بسكليت. Okay, بسكليت. شيل طن طيبين ولا وحط بجيتك. إيه حبيبتي. شو هالقلب الحلو اللي عليك. صينية. مش يابانية. صينية. Next. يلا. عرفت ديك ديك يعني. لا لا. حلوة. تفضل روم حكيمة شاطر واو فيني ولا شوي ليك صغارو بس عفوا ماريو زيح شوي لا 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 توريرو ليديز مشاوي على الفحم شباب فضل فضل دولكم شيلو شو يعني عقد عقد اوكي ايه بلا منيح العقد مراية للميك اب اوكي سوتيان حمرا نيكست يلا يلا هلا حلق سعد وإلي حلق لحيته شو هيدا؟ شو هي؟ ما سترينج سترينج؟ سترينج بس هو هيك هلا هيك أثبت أنت بتعرفوا أنا ما بعرف هاي أخبره سعد أنت كيف شكله؟ دايما يلا يلا شمس خير عوينات شمس نيكست يلا شو بلاي ستيشن بلاي ستيشن شو صار؟ شو عم جول منيحة منيحة اوكي بدنا نتفق هيدي اسفنجة ميك اب حلو نيكست عفوا ماريو أين هما الحريم؟ شويري تعالوا لهنا تعالوا لهنا وين نسائي؟ أعطيني قطعة خلص هون خلص هون يلا فريزبي منيح على الفريزبي دامبل انتو شابوير شابو هيدا شابو اوكي شابو هلا هو حياتي شوفي حياتي لك سوارة 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 اوكي عملنا عقد قبل بس انه ليك اجليها الصح المنيح يدوم ويدوم ويدوم سفنجة جلي ويدوم 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 جواني اخيرا انا برايي نقتلهم ونطفيهم بتوم نطفيهم بتوم وحامض
يلا رجع رجع يتعمر رجع لبنان وهل يا با وهل يا با رجع لبنان هل يا با يا لبنان رجع لورا بونيا بونيا صار كمان بوي كمان شو عم بيعملوا كمان كمان ايوه اتركوهم يقتلوا بعضهم بيربحوا البنات مين مين برافو هشام برافو نيكولا يلا عملنا صينية صحن عملت صحن هيدا صحن لا بلشنا خسروا البنات بهالمناسبة لحظة هيدي حلقة لإلي وبنلعب النكست جيم تبعيتنا هي غميضة غميضة اليوم معنا بغميضة نيكولا أنت دكتور وصفي أنت أبو كركر و يو آر جعيدة جعيدة مش جعيدة غميضة مع نيكولا مزهر بدور دكتور وصفي إلي متري بدور أبو كركر ومنال طحان بدور جعيدة لك أنا سنة نعرف لعبة الغميضة عنا كاميرايات انفراريد يعني أنتوا ما بتقشعوا شيء ونحن منقشعكم أها أوكي فيني أعمل اللي بدي إياه Are you ready؟ رح تعمل يلي بدك إياه بدنا نبلش بالدكتور وصفي هو بده يكون بالكلينيك تبعيته يا اتفضلوا لبرا دكتور وصفي أهم دكتور أعضاء تناسلية بالمنطقة بيجوا لعنده من آخر الدنيا تيفحصهم بيفوت على العيادة كل يوم مثل العادة وأول شي بيعمله هو فنجان قهوة كرمال يريح راسه فبدك تروح على الخزانة لتجيب غراد للقهوة وتعمل فنجان الخزانة إيه على يمينك شوي إيه فتح الخزانة بقلبها في غراد القهوة يا حبيبي فتش على غراد القهوة بيكونوا تحت تحت نخلة تحت ما يطلع لي شي حقيقي هلا وهو وعم بيت الغراد بدك تحضر القهوة انا ضو هذا شيء فيك تحكي ها فيك تنعز يا حبيبي انت ماريو طيب يا بده يطلع لي شيء شغل اوكي انت عم بتحضر بدق الباب وبيفوت لعنده معلم ابو كركر اهلا اهلا طق 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 اهلا معلم كركر تفضل مرحبا ابو كركر عم يوجعوا انا هون بالخزانه يلا حكيم ثاني حبيبي عم يوجعني شو عم يوجعك بيسالوا الحكيم ليش ابو كركر بخبره لا ابو حكيم نعم كنت امبارح عم مارس الحياه الزوجيه مع مرتي تشرب قهوه عم حضر القهوه تبعي انا بعد ما واصل يعني خلينا نشرب فنجان قهوه ونرجع نحكي انا لا تخاف ما تخاف لا ولا يا حكيم ولا يهمك يا حكيم عم بلها زياده يا حكيم اعطيني ايدك وينك يا حكيم انا هون كنت حبيبي كنت يا حرق تفضل هيدي الكرسي يمكن عليها شويه عقارب شو هيدا شو هيدا لا ما حكيم شو ما تخاف الكلينيك نظيفه كلها سوا لا في شيء لزج مثل كانه بدك تقعد لنحكي انا وياك تفضل هذا فنجان القهوة في شيء مثل كانه نتاج العاده السريه هون حبيبي هون هيدي الكلينيك فيها من جميع الانواع والالوان بتشربها مسحة و لا منيحة مثل ما هي منيحة منيحة هلا الحكيم بيطلب منه يقشط ليفحصه طيب عمو المعروف هلا خبرني قلت لي صار معك مشكلة انت عم بتمارس ايه ما هيدا بيقشط ابو كركر وبيقرب الحكيم تيفحصه بس ابو كركر بيصير يتزقزق ويبعد عن الحكيم لا ما يا حكيم لك يا حكيم شو عم تعمل علي لك يا حكيم يا قلبي لك يا حكيم لك ايدك لحظة لك عضوي مش قفاية
يا حكيم يا حكيم اسمعني يا حكيم صح او بدك تضلك ساخن ما فيش غير مرتي بتمد ايد علي من هيك المنطقة يا حكيم اسمعني شو يا حكيم ابو كركر جاي لعندك وبصير ابو كركر يهرب من الحكيم والحكيم يلحقه وبصيروا يركضوا ورا بعضهم وبصيروا يركضوا ورا بعضهم بده يفحصوا ابو كركر ولك يا حكيم اقعد في بالخزانة ولك يا حكيم تعال افوت انا وياك بالخزانة ابو كركر لا يا حكيم لا يا حكيم ابو كركر ما فيش غير مرتي بتفوت لي على الخزانة يا حكيم اشلح ابو كركر ولك ابو كركر اشلح لك لا يا حكيم ابو كركر لك لا يا حكيم اخر شيء اخر شيء حكيم بيعيط لمساعدته جعيدة تتجي تساعده يا جعيدة يا جعيدة تعال هون يا جعيدة خلصي عجلي لهون يا جعيدة تعال هون كلك شو هاد عبلك شلح ولك عمي انا شي تروح جعيدة تعال هون عجلي خليها هي تشلحني جيبي معي خليها ما بعرف شو هيدا اما نفحص ابو كركر بالخزانة عجلي جعيدة عود على الكرسي جعيدة بيطلب منا انه تجيب من الخزانة حبل لتربطه لابو كركر جعيدة جيبي حبل لنربطه ابو كركر ما نربط ابو كركر جيب من الخزانة عجلي ابو كركر مش تمك بتصعب بطلك هيك مش تمي مش تمي جيبي جيبي حبله وحش جيب انت جيبي من الخزانه حبله شايفه ابو كركر جايب مطلع اسمعني شوفي تحت اسمعني يا قلبي شو صار لك يا جعيده بك شيء يا جعيده شو بدك خيي جيب حبل حبل يرضى عليك حبله شوفي تحت على الارض اذا موجود هيدي حبلتك يمكن ايه خا اه لا بدنا الحبله بدنا الحبله طب ليه بدك الحبله ابو كركر هودي ولادك ابو كركر اسمعني خليك انت بدك علاج نفسي قبل العلاج اللي ولا شو بك يا جعيده شو بك يا جعيده بك شيء شو صار شو صار معك خبريني حكيم في اشباح عندك بالعياده لا يا ابو كركر هدول الاشباح يا جعيده خلينا نتفاهم مع ابو كركر ابو كركر جيب الحبل انت عم تستوهم انت خليك هون انا بروح لهديك المال جعيده جيب الحبل او بشحطك بجيب غيرك جيب هلا الجعيدة بتطلع بدها تربطه لابو كركر بيطلعوا ببعضهم وبيدب الغرام من النظرة الرابعة ربطي ابو ربطي لي ابو كركر ما نفحص له عضو هيدا اكيد بيدب الغرام من النظرة الرابعة ما نفحصه من تحت لا ربطي لي يا ربطي لي يا جعيدة شو بك عم بتصرخي ربطي له يا جعيدة ربطي لي يا لابو كركر تركوني على جنب وربطي لي تشرب قهوة قلت لي عيني شربت المر تشرب المر بقرروا يهربوا سوا أنا فبيعملوا خدعة على الدكتور وصف كرمالي ربطوا له على الكرسي أنا بدي أخبركم خبرية حياتي جعيدة ربطتي كركر ربطتي كركر مش عم بقشعك أنا هي بدكم تربطوا للدكتور أنتوا على الكرسي بخدعة بس عد لتفحصني بدي ايه بدي بدك افحصك على الواقف بس بضطرت تشوف من تحت ايه بس قعدوا على هديك الكرسي لا رح اقعد انا وانت بتوقف ابو كركر خدوا خدوا على شمالك على شمالك تفضل حكيم تفضل اقعد على اولادك شكرا اوكي اذا بتريد اقرب لافحصك جعيدة جيب لا بدك تفحصني من ورا شو بدك شو بدك دكتور وبتمسكها تفضل هيك جيب لي جعيدة بدك جيب لي لك جيب لي الابره بدي شكه بالابره منين بدي اجيب لك الابره تعال هون ابو كركر يلا جاي جاي معك جاي معك جاي معك روح معه روحوا على ميله الشمال تعال تعال اوكي ضلكم رايحين بعدكم رايحين ضلكم رايحين ضلكم رايحين بعدين اقدموا لقدام شو لقدام شو لقدام شو لقدام اوكي مشي طيب هون ابو كركر وين رحت يا حبيبي فت على الحمام هلا وقت الحمام انا بتضلك مسحوم من وقت ما جيت لعندي بتضلك مسحوم بدك تفوت على الحمام حكيم وجعيده كل ما يجي زبون بتفوت معه على الحمام مش حاسس مش عم بستوعب عليا انا بعرف انه انت حكيم اعضاء تناسليه بس ضروري فبتقبل تقعد على التخت بيقعد ابو كركر بدك تعدي لابو كركر على التخت ابو كركر بس ما تعرف وين يا حو التخت ايه ايه ها اوكي تفضل تفضل اوكي مت اجريك مت اجريك يا جعيدة لا القهوة مسقعة يا قلبي لا بدك تروحي تجيب الابرة الابرة وراك بالجرور العمل شو صار معكم في حكيم قطعت لي نسلي بالعيادة تبع حبيبي هيدا بدك تجيب الابرة من الجرور طب وين الجرور تحت على ايه وطي ايديك شو هيدا ولك العمل ولك حكيم لوين جاي حكيم حكيم لوين جاي لوين حكيم بعد شوي راح تصير حكيم مجاري بوليا يا ابو كركر يا جعيده وينكم بدك ترجع تجيب الابره من الجرور يا جعيده جيبي جعيده جيب الابره من تحت لنشكه لابو كركر
حكيم رح تفهم. انت اوعى بتجيب الابره افتح الجارور قدامك قدامك صار جارور هيدا الجارور ببرم انا بتجيب الابره وقعت الابره على الارض بدك تنزل الدبدبه على الارض ولا شو صرت 100 مره اقول لك غيري هاللمبه مش عم نقشع منها مزبوط عم بتفتشي على الابره قربي قربي لقدام شو حكيم ولادك على ظهري ابو كركر بيغب على قلبه بيغب على قلبه ببلشوا الدكتور وابو كركر يجربوا يوعوها بكذا طريقه ابو كركر وين انا بوعيك ابو كركر وعيلي جعيده لا وينك جعيده وينك وينك على اجريك على اجريك كرمال ضغط احلى اجريا لفوق على اجريك كرمال ضغطك افتح لي اجري علي اجري حط اصبعك بمنخوره يا جعيده وين منخوره يا حبيبتي انا شو مش مسؤول عنك انا انت موظفه عندي عامل لك اسورانس بس يعني ما بدك توعي انت ابو عيط وعيط جعيده لا ما بتوعى ما بتوعى جعيده وبيبلش كل واحد منكم يحط الحق على الثاني الحق عليك كل الحق عليك لما تجي لعند الصبح وبيركب مشكل ما كنت انت غابت على الوعي جعيده ولك قلت لانه انت يعني انت بيركب مشكل بتبلشوا تخبطوا بعضكم مثل البنات ما تحكي لي بخنانه مثل البنات هلا الليلة اجنون بعد بريك ضيوفنا رايحين على السينما ووقفة مع الإعلان وضيفنا آدم بينور حلقتنا لأنه الليلة مش ليلة عادية الليلة جنون بعد البريك مع حلقة العشاء سبيسيال فالنتاين من الليلة جنون ننتقل للعبة تانية اللي هي سينما بسينما بدي أعزم هشام وسعد لعندي على البلاتو هشام انت اول مره طب انا مش اول مره ما تضربني لا ما راحت انت بظهره اول مره بتلعب هذه اللعبه اول مره بيجي على البرنامج اول مره بلعبها اوكي سينما بتكون بتتعاونوا ورا الشاشه تتعاملوا الخيال تبعكم بدو يعملوا الكلمه اللي بدنا نشوفها على هيدي الشاشه تيحذروها المشتركين بثلاث دقائق تنشوف كم اجابه صح بدنا نقدر نجيب اوكي اوكي ار يو ريدي استوعب ايه ريدي بس الي ريدي ما ريدي ركز معي انا كل واحد من ميلي بدكم تروحوا روحوا ورا الشاشه كل حدا من ميلي اتنسيون 1 2 3 توب رح نخسركم ايه مزبوط صح نيكس يلا معكوش شاكوش شاكوش منكوش منكوش بس اثنيناتكم شخص واحد مش شخصين صورة كاميرا 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 مصور مزبوط بقرة كلب كلبي وابنة لا رضاعة لا بيت الكلب بيت الكلب مظبوط بيت الكلب برافو دقيقتين و15 ثانية شباك صورة شباك البيكتشرز تبعت الفريم فريم فريم مظبوط كادر صح تمام فلوت فلوت ايه بس نايناتكم واحد مش كل واحد يلعب فلوت واحد 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 ينفخ واحد فلوت دقيقة وخمسين ثانية فرشات سنين مزبوط ما بعرف ما بعرف كيف عرفت من سعلي مقدح لا مسمار اه حيط ترو حيط مزبوط ميزان حرارة تبع الحلاقة هيدي لا مش حلاقة تبع الجازون ايه تبع الجازون تبع الجازون
فأنا عم شوف غير إشي يا مان. بيبي بيبي بيبروني بيبي إنه أوكي تطعيم تطعيم قبلي يعني. طعمي شنطة سفر مزبوط برافو. كيف عم تحزرين؟ طيارة لا تايتانيك مزبوط برافو 30 ثانية شو أنت اللي كتبتيهم؟ مسرح لا عرس عرس قديش شو بالعرس شو بس؟ أبونا الزياح أبونا لا يا قاعد بقص الكيك ايه مزبوط اغتصاب اغتصاب مشكل باك سكين رشاش رشاش مزبوط خمستاشر اجابتها برافو بس الرشاش كثير قوي كثير حلو كيف طلعت هون الرشاش بس انا ورا حسيتها غلط زابه كبيره لسعد ولا هشام كثير مهضومين كثير حلوين داخل منال قدرت حزرت اشياء اما هلا بدي اعزم على البلاتو جيهان امي آلهة الحب والي لولو بشرفك آلهة جيهان والي بتعرفوا منين اللعبة ما حخبركم اياهم تفضلوا كل واحد مع ميلة رح نقعد انا محلك يا ايدي ومسك لها ايدها لمنال وين بدك اي ميلة؟ لا من هون اجمل اتنسيون 1 2 3 توب توب مسح احذية عم بتشيل سكة سير 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 اتنسيون اوكي اوكي لا. بيسبول. بيسبول. بيسبول لا لا تنس تنس مضبوط إليم طوباز و لا واحد ما عم تقتلي حدا عم بت منشار شو عم تعمل جيهان؟ شيء قريب للمنشار بقدونس بتبولي؟ اه 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 بقرة مذبوحة لا شجرة عم بقص شجرة اه عم بعذب مجلود انت جيهان المنشار النشار حطاب 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 كثير حلو خليكم رقص رقص شباب اخطبوط اخطبوط مضبوط اه اخطبوط شو عم بسمع أبا أنا بدي. أخطبوط أخطبوط. عقربة عقربة حلو. فراشة. أم 44. لا. فراشة. إكس إكس إكس. شو قلت؟ نجمة البحر. نجمة. نجمة. في زابور ممنوع الزابور. لا لا ومن ورا بيقول هون. هشام. أما أقول أنا؟ إيه أوكي برافو إيه إيه. عم ترقصوا كهربا كهربا استيريو استيريو قريب بيس بيس مضبوط سبيكرز اوكي دقيقة وعشر ثواني بالون بالون فقع بالإبرة جريدة ايه مضبوط نايس روبو مزبوط نيكست شاطر 50 ثانية سرسور لا كلب حارة حوت ضفدع إيلا شو؟ سرسور كلب مش سرسور ضفدع أخطو إم 44 لا إله كثير إيدين نحلة حلو كتير سبايدر مان حنكبوت مش سبايدر مان سبايدر مان عم تتسائل انا وين سكي سيرفينج تلج ايه تلج طاب التلج طاب التلج مضبوط طبعا كشجته عجلو عجلو عجلو
مين كذاب؟ بينوكيو. بينوكيو 11 إجابة صح بيربحوا هشام وسعد. And the next game is coming soon. The coming soon, you شوية special معنا اليوم هو رح يكون فيلم صامت. يم تشارلي تشابلن، اوكي؟ عندنا إلي متري أنت تشارلي. منال. منال انت شارلت. شارلت خليك انت روبرتو. انا روبرتو. روبرتو. Coming soon مع إلي متري بدور تشارلي، منال طحان بدور شارلت، وسعد قادري بدور روبرتو. الليلة جنون بيقدم فيلم صامت. أكيد بالفيلم الصامت الكل لازم يمشي فاست فورورد وما حدا يطلع له صوت. تشارلي كان عم يتمشى بالساحة وكتير مبسوط. لك شو مبسوط؟ فكان عم يرقص رقصة الفرح. هو مبسوط لأنه رايح لعند حبيبته شارلات يلي مثل كل يوم بتكون نطرته على البالكون. وأول ما شاف على البالكون ركع وصار يقلا شعر. شعر بأزعر. وهي تنهار وهو يبعث له بوسات بالهواء. وهي تنهار زيادة. وآخر شيء بيقدم له قلبه. هلا شارلات مش قادرة بقى تقاومه لتشارلي وبتنط عن البلكون بدها تبوسه. لك هون ما بدك تبوس. ايه ما بدها تبوس البلكون، بدك تبوس تشارلي. بهاللحظة بيظهر جوزها عن البلكون. جوزا روبرتو زلمة مافيوزو وقبضاي كتير وبيكرهه لتشارلي. بيسحب فرده وبيطق رصاصة لتشارلي. بتطير الرصاصة وبتجي بصدره لتشارلي. بس تشارلي لحظة تشارلي بيصير يضحك وما بيصير له شيء لأنه قلبه مع شارلات. هون روبرتو بيخوت. لا بيخوت أكتر بكتير وبينط عن البلكون بس بيجي كاسر اجره. فبيصير عم يعرج على اجر وحده وبيهجم روبرتو على تشارلي يلي بيصير يركض. وشارلات لحقتن وبيصيروا يركضوا ورا بعض وبيضلن هيك نص ساعة. عيلة وبيحضروا روبرتو بيموت. بالآخر بيتلقط روبرتو بتشارلي وبيصيروا كف من هيدا وكف من هيداك. وكف من هيدا وكف من هيداك. وكف من هيدا وكف من هيداك. طب شارلوت وكف من هيداك وكف من هيدا. شارلات بتعمل خدعة وبتغيب عن الوعي بركب ووقفوا المشكل.
بس ما بيتطلعوا فيها. ما بيتطلعوا فيها وما حدا بيهتموا بيكفوا الكفوف. بتقوم شغلات بتقوم شغلات وبتصير تجرب بكذا طريقة تخليهم ينتبهوا لها ويوقفوا المشكل. بتبلش ترقص. بتبلش ترقص. بتجرب تغريهم وتتغنج بس ما بيطلعوا فيها. شارلات بتزعل كثير بتبلش تبكي. بهالوقت بهالوقت بيمرق شاب كثير 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 جقل. بيمرق شاب كثير جقل وبيغمزها لشارلات وبيغمزها لشارلات وهي بتنهار بتشنقله للشاب وبتهرب معه. وبعدهم روبرتو وتشارلي عم بخبطوا بعضهم. لا 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 عم بخبطوا بعض عم بخبطوا بعض عم بخبطوا. فجأة بينتبهوا انه شارلات فلت. بيطلعوا ببعضهم وبيصيروا يبكوا. خلاص وبيعملوا رقصة الحزن. رقصة الحزن. بيغمروا بعض وبيقرروا يروحوا ينتحروا سوا. بيعملوا كذا طريقة بيعملوا كذا طريقة للانتحار. بيعملوا أول طريقة ما بتزبط. بعد كوفاتس بيجربوا تاني طريقة كمان ما بتزبط. شو كانت أول طريقة لي؟ آخر شيء من بعد ما جربوا كذا طريقة للانتحار وما بتزبط معهم اكتشفوا شارلي وروبرتو إنه ما قلن غير بعض. بيقربوا بيبوسوا بعضهم بوش أبوش. فيلم صامت coming soon. شارلي شابلن انت مهضوم الفكرة اول مرة هيدي بنعملها. انا حبيت. انا ما حبيت تعبت. الساعة شو ارتحنا تفرجنا تفرجنا على اليمتري بلا ما نسمع. هيدي ما بتصير دايما. منكمل اللعبة الثانية اللي هي وقفة مع الاعلان. مع الإعلان بدي أعزم هشام أبو سليمان على البلاتو. بوس جايب له وردة. هشام بدك تبيع هيدي الوردة. أوكي بدك تبيعها للكاميرا. أوكي وين الكاميرا؟ أوكي والجملة تبعتك هي قدم هالوردة للشريك وشوف الليلة شو رح يجيك. قدم هال قدم هالوردة للشريك وشوف الليلة شو رح يجيك. اوكي ما ضروري تعملها مثلي انا. اوكي انت ما قصدها هيك. اول شيء بدك تعملها بشخصية معلن عادي. اوكي انت عم تبيعنا.
انت المعلن. اوكي. وهذا جمهورك. ويلا اتنسيون 1 2 3 سوري قدم هالورده للشريك. اوكي. قدم هالورده للشريك وشوف الليله شو رح يجيك. هذا العادي. اوكي. انا معلن. هذا العادي المعلن العادي يلي انا ما بحبهم اصلا. طيب هلا بشخصيه سليمان بيك فرنجيه. يعني بس بدي اقول شغله كثير مهمه. اهلا وسهلا فيكم. يعني اقدم هالورده لشريك وكلنا نحن بنفس الخندق يعني مثل ما بتعرفوا وشوفوا الليله شو راح يجيك. هلا بشخصيه دوله الرئيس ميشيل المر. يعني اهلا وسهلا فيكم عندنا هون بالماطن. هيدي الورده اقدم هالورده لشريك وشوفوا كل بلديات الماطن شو راح يعملوا لكم يعني لشريك. بشخصية دكتور سمير جعجع. أكيد 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 طبعا 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 قدم هالوردة لشريك. أكيد قدم هالوردة لشريك لأنه هيدا الوردة مرة كانت اختلتني لما جيت عم قطفها. قدم هالوردة لشريك ونشوف الليلة شو رح يجي. برافو برافو. بشخصية سامي جميل. سامي جميل. بكل بساطة بدي أقول. بكل بساطة. حطوا نادور وشوفوا هالوردة وقدم هالوردة للشريك. وشوفوا الليلة من نادور شو رح يجي. بشخصية الرئيس السابق أمين لحود. هيدي زعرانات. هيدي زعرانات. بلا زعرانات قدم هالوردة للشريك وشوف الليلة شو رح يجيك. وأخيرا بشخصية النائب جورج عدوان. أنا كجورج عدوان بدي أقول قدم هالوردة للدكتور سمير جعجع. وبصراحة بصراحة صدقوني شوفوا راح شو راح يجيكم. أهلا وسهلا فيكم. زعبة كبيرة لهشام سليمان. زعبة كبيرة لهشام. ميرسي. أما هلأ وقت المفاجأة اللي حكينا عنها صاحب الصوت الرومانسي والشعور المرهف يلي غنانيه كسرت الأرض. بليز ويلكم آدم. على بالي تغني على بالي على بالي تحكي عن اللي صاير فيه وتغير أحوالي تحكي اللي مخبى بعيني بعرف ما عدان علي عذاب وعالكاين فيه مش هيدا اللي قلبه حبه ولا خصه بحالي لو في يمسح له الدمع اللي زرعت عخده ضويله بهالعدم شمع ورجع كل شي بده يرجع كل شي
نفسه مخبى بكرة وسؤال الحكاية يا خوفي يبقى دي ذكرى بقيها مرجاني ما في اتصور انه عمري نجول وكاية عايش هالدنيا ومش عايش لو هيدي النهاية انا ما صدقت انت صدقت الكليب اللي عم نشوفه على ام تي في وعلى اغاني فيري نايس بس ادم شو مجريعك هلا المستقبليه عشان تشتغل هلا مبدئيا عم نحضر البوم انا والمايسترو محمود عيد ان شاء الله يعني صرنا عاملين منه كذا اغنيه يعني بعد في عم ننقي على في اساس يعني ان شاء الله رومانتك وولع وكل شيء ماريو هو بس بيعمل ليبسينج انا اللي مغنيهم هذا صوته لالي متري انا اللي مغنيهم لكن عزابه كبيره لعدم ونشوفه كمان باقي غنيه ثانيه ونتوقف لحظه مع البريك وبنرجع مع الليله شلون بعد البريك ضيوفنا بالمقلوب وبجلسه لوقه لأنه الليلة مش ليلة عادية الليلة جنون نرجع بعد البريك مع حلقة من الليلة جنون وضيوفنا لليلة جيهان خماس اللي متري منال طحان هشام ابو سليمان سعد قادري ونيكولا مزهير ليله سبيسيال فالنتاين وبحب كمان نرحب بالجمهور الكريم الموجود عندنا زابل الجمهور بس انتو بتزافونا نحن بنزافكم كمان واليوم كمان عنا لعبة جديدة اسمها بالمقلوب بالمقلوب لعبة جديدة بالمقلوب معنا إلي متري وسعد بدور سعدة بعيد العشاء هلا شو اللعبة؟ رح نشوفهم بالمقلوب لإلي وسعدة ورح اقرا لهم السين وهن بدون بس انتو رح تشوفون عادي بس هن رح يكونوا بالمقلوب اوكي ار يو ريدي ريدي إلي وسعدة بلشنا نطلع اليوم عيد العشاء وإلي عازم سعدة هيا حلوه كيف منيحه سعودي انا اليوم عزمك على العشاء لعندي حياتي شح يا حبيبة قلبي انت يا ضرة عيني انت انت يا عيوني انت خلاص لكن بس انه رح خبرك شيء يس كنت ناوي انه جيب نبيد بس بما انه المرة الحبلة ممنوع تشرب الكول وانا ناوي خليك مرة حبلة سو جبت لك حليب فاليوم اليوم عيد العشاء وإلي عازم سعدة على العشاء رومانسي بدك تشربي حليب هيدا مبستر ولا بنو مبستر؟ هيدا مبستر أنا بحب مبستر أصلي بستر بزيته شاغل عليهم أوه شو طيب بس حياتي ما تكترن حياتي بس كرمال الغزة يعني لتهدي أوكي بسوا. وبصير إلي يتغزل بسعدة ويقول له كلام حلو يقبرني جمالك أنا شعرك شعرك يا حياتي بذكرني ب شعرك بذكرني بالليف وبياخد أنينة تيسكب ويشربوا كاس بعضهم سوري
بس نسيت افتح ايديك حطها هون. الجاذبية منخفضة كتير عندي بالبيت لأنه على الطابق التاسع. لأنه جاذبيتي أنا أكتر بقى. لا ما لا بالمرأة حبيبتي شو قاسي شو بحبك بشير إلي يلعب لها بشعراتها لسعادة إيه بشربية وحليب تليتي سري حياتي صباح. وهون وهون بيقرروا يبلشوا أكل وبصير بدهم يدوقوا من كل صحن. يا حياتي أنت دوقي هيدي دوقي هيدي دوقي هيدي ودوقي هيدي كمان يا حياتي دعيتك ودي غفيك ودي غفيك كمان يا جزاف. بدي أكل مافينز. بدك تأكل مافينز ولا بدك مربى؟ خليني طعم وين المربى؟ جيبي المربى. صوري كيرست على الزحف هون. ايه ما بتكون تاكلوا مافن وكرواسان؟ كلي مربى يا عيوني. ايه افتح المافن. يلا وين مافن؟ اوكي. هون بقرر الي انه يفاجئ سعدة بهدية بالمناسبة. شو تعملين المافن؟ وبيقدم لها عقد كثير حلو وبيطلب منها تلبسه. حياتي شو حبيبة؟ جايب لك سربريز انا. جايبلي رؤي بس لا اقدر شيلها للسيربريز لانه طب انا بفتح السيربريز ثاني بفتح بفتح الكرواسون بفتح الكرواسون بهالوقت. يا حياتي يا حياتي دافع حقهم هدول اللي جايون. طب انا قبل ما طلع السيربريز حقرا الجريده. اوكي قري لي الاخبار الرياضيه. ايه بس سعدة ما بيعجبها العقد. سعودي شو حياتي؟ سعودي جبت لك عقد مش من قيمتك يعني بس احلى من انت يلي بتلبسه امي. فوبيجو ما بيعجبها فوبيجو. نو يا حبيبي جايب لي فوبيجو وبيجن جنونه جايب لي عيني فوبيجو وبيصير يكسر الطاوله وبيكسر الطاوله وبيعصب وبيصرخ فوبيجو والليله كل المشتركين على البلاتو مع بعضهم. نيالك يا إلي مش شايف مش قادر وقف. نيالك يا هيكس اعطيني بوسي اعطيني بوسي انا مش نيالي ابدا. نيالك يا اوكي دايما بتعملوا ما بدكم تستعملوا حالكم انتم شخص واحد وانتم شخص واحد وانتم شخص واحد. نحن صرنا ديجا اوكي بدنا نشوف بثلاث دقائق كم اجابه صح رح نقدر نجيب. اوكي اوكي ار يو ريدي 1 2 3 4 جو تشيرز كيس كيس انينه عم تشرب شرب شرب سكران 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 شامبين شو عم يشربوا؟ بيد بيرة 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 نايس يلا عملتك الي الي ما تتحرك شو هاي منا وفينا يعني سكي سكي تيارة لا لا شو بيصبح جيتسكي شو اسمه على البحر على البحر شو بيسموه هيدي شو بيسموه سيرفينج 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 مضبوط كلها ماك 220 ثانية مش قادر ركز اوكي حطي ايدك هون هاتسات هاتسات دي جي دي جي دي جي ايباد لا ديسك مان ديسك سيدي سيدي لابتوب موسيقى فينيل فينيل اوكي يعني ديز ترام تواتور فينيل فاينل بعد فاينل شو هذا سيلفي سيلفي صورة كاميرا تليفون 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 العمى بقلبك دقيقة و50 ثانية دوك فيس فوتوشوت صور تليفون عم تقربوا كثير عم بتعرف انستا انستا غرامك راح تفضل هاي بحبها المتري دقيقة و25 ثانية اوكي عم بتشفل عم يجلي عم يقفل السيارة عم يجلي صحون عم يجلي الطيزو بس بشوف يجلي بشوف يجلي بالليفة بالليفة بالصابونه بالبلوط سبنجه بيرجلو لك شو حلوين
ليك ايه بدها ايه ولا سعد ركز على اللعبه اللي قدامك مش اللي وراك حمرا حمرا شفاف حمرا شفاف اوكي قلت شفاف وحمرا يلا واثنين يلا 55 ثانيه عجله 55 ثانيه لحظه بس هي شو حلو اذا عارفين هي شو لا مش دجاجة ولا بطة ريشة ريشة كان لازم تزكزكها 35 ثانية بلا الوردة هلا قليلنا شو فيك ما نشيل الوردة على الأرض يلا عجلوا عجلوا هلا بتخسر بيحة عم بغوص غواص غطاس سمكة أمواج أمواج موجة سمكة سردين علبة بشيل منها شيء سوشي بقرة لحظة عم بتذكرنا بالدي جي بالفاينل شيء عم بيسبح ساوند ويف صفد 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 مضبوط يلا هيك يلا بعد كم ثواني عجلوا لقطة من هي انا الي ارد لا ولا ما حضرتوا هاي ما حضرتوا هاي غير ما تسع اجابات صح يعني شو هالاتحاد قوة انتو ضربتوا للمثل في الاتحاد قوة للوضع يلي نحن فيه منيح اللي جاوبنا فيه لا بنبيني لكل المزرقين والنكست جيم هي دوبلاج 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 رح نحضر مقطع من فيلم السينما لأوستن باور ايوه اوكي في عنا انت حتكون اوستن باور يا باور جيهان بدور بيونسي وهشام انت دور فات باسترد الناصح اوكي اوكي رح تعملوا لنا انتوا اصواتكم يعني فيرسيون الفيلم على ذوقكم انتوا خلص ار يو ريدي 1 2 3 جو تنشوف شو راح يصير هلا بهالمشهد انا عم بعمل شيء هون يلا ما في حدا ما تتحرك خليك مخبى خليك مخبى وليه بابا يلي بتحبي بيشتغل هون اكيد اسكت بابا لا شو بيشتغل خطيبك يا بابا شي بدك تتحمل هلا ما عليه او بابا شو بدك تجيبي على العين هلا بدكم تشوفوا شنتيني الكبير ريحته شو حلوه يا شي حلو كثير حلو كثير لا 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 انا ولا ممكن فوتوا على العيلة هيدا الكلب ما فوتوا على العيلة ما بجوزوا بنتي انا هيدا شو اسكت انت بغل انت بغل ناصح استر علي يا عمي انا كل اللي عملته انه زتيت لك شنتيني شو فيها ولو ما بتتقبل سهرك بهالطريقة لا يا حبيبي اخ يسلم لجمالك انت يسلم لجمالك الحلو لك شوف جسمي انا بتمنى جسمي يصير مثل جسمك يا لكن دب شو مفكر حالك وليه اخ شوف ستريبتيز تبع جسمي لا 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 لحظه شوي لحظه شوي خلص رو ما بدها هالقد ما بدها هالقد يا عمي ما بدها هالقد يلا ولا انت بتضبط معي بدي دعوسك يا عمي فيك لي ولا يا عمار ولا ولا تقرب لعندي عمي قرب 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 لعندي ولا شو اللي سمعوا يلا هجوم شو ناطر قرب لا لا شو عملت بي شبابي انت هون بالوجع انا بدي عاوزك تضرني ولا تقديم منك يا عمي كونوا جاهزين ولا تدعوسكن واحد واحد انطروا بس تنزل بس لحظة بس تنزل انا بنزلك اوه داري
ظهري. معك البوليس يا حبيبي عم تسمع؟ بوليس؟ بوليس؟ ايه يلا قوم لنشوف ودبر لي اغراضك وحط المنشفة منيح، حط المنشفة. ايه اوكي انا بامركم بس انتم ما بتعرفوا ليش عملت هيك. انا ما بتعرفوا ليش عملت هيك من انا وصغير كنت موت بالشوكولا. شوكولا انت ولا شوكولا ايه شوكولا اكل درا يا درا. انا بس بدي اقول لك يا عمي انه انا كنت مريض. خلاص مريض بالشوكولا. مره اتصور كنت قاعد لوحدي بالليل، جبت الحليب والشوكولا وحطيتهم بالجات وصرت ابرمهم. شو عملت تاني؟ ايه وفجأة فيت علي عم بقلبك بتلعن نفسك. سوري ما تواخذني. جيت اخذت الشوكولا والحليب ورحت حطيتهم كلهم هيك وصرت ابرمهم وقلبهم ببعض لأن أنا كتير كنت جوعان وصرت قلبهم أكتر وأكتر 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 وأكتر. وفجأة بضلك برمون عملهم لآخر شي جعت ما عشان قدرت أكلتهم وشربتهم وصرت أضرب. العمى بيخطى القصة لخلصي. إيه ما أنت بتعرف لما تأكل حليب وشوكولا أنت بتصير تضرب. إيه أنت جربتها شي مرة؟ جربها. لا بيبير إلا إيشام لزيان. ولا اللي متري عند النكست جيم از جلسه. لا جلسه لو مين بده يكون معنا الليله بجلسه لو بدي اعزم جيهان هشام وسعد كمان. جلسة لواء مع سعد قادري بدور مات ريشار، هشام أبو سليمان بدور جهاد، وجهان خماس بدور روزالي. جلسة لواء، بالجلسة لواء عنا مات ريشار بيشتغل بمطعم الأحبة وهلأ عم بيزين المطعم لأنه اليوم عيد فالنتاين وعنده حجز الساعة 8 لكوبل. وبيعجبوا البالونات بالون الهيليوم فبيصير يفخطهم ويبلع منهم ويحكي ويغني ويتضحك. تسلم يجينا زبائن سعيلي. بآخر فالنتاين اجوا اثنين ما بينطاقوا، ان شاء الله ما يجي مثلهم اليوم. غني لنا هلا. انا اكثر واحد بحبك في الدنيا كل عمري بحبك. شو طيبين؟ بهاللحظة بفوت جهاد الشاب اللي حاجز وعازم صاحبته على العشاء. بيعصب على ريشار. سري بيعصب على ريشار. بس يا بعدك فايت شو في خير؟ ابدا هيدا محل انا. لا كيف قاعد بتعصب عليك؟ كيف قاعد عم يلعب؟ بتروح على البار بتجيب قنين تنبيد فتفتحها وتذوقها. لا 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 انت مش معقول انك تشتغل ويتر. بس انت لازم تشتغل. نعم الحجز باسم مين؟ اسم ابو الجيج جهاد. تفضل ابو جيج. هيدي طاولتك اوكي ميرسي. وين الامبيد؟ خليك هون. الامبيد فوق استاذ. بس خليني اظبط لك الطاوله. لحظه شوي لو سمحت تعال افتحها. يلا عن جد مش معقول. شو عم تعمل؟ لك ترجع عامل لها سربرايز. انا عامل لها سربرايز. بعت لي كثير غيره. روح اتركها. بس يا بعت لي كثير غيرهم. لحظه شوي. انت ما بتعرفني لما عصب؟ لحظة. لا ما بعرفك لما تعصب. فيني شوف كيف بتكون؟ ولي حيوان. قرب. لحظة تقلق. لحظة بدي كون متلك وجري. لا تجدني. ليك بعدين انت. لا تعوزك اذا ما
بدي على هون بدي على هون صاحبتك وينه طيب خلص ولكن بدي ارجع صوتي انا وبيطلب جهاد بيطلب جهاد بن ريشار يقعد قدامه تيتمرن كيف بده يعمل مع صاحبته يا خي رجعت لي صوتي الطبيعي عود اشوف عود عود عندك عود تحت تحت عود هلا ليك هلا انا رعتب لك انه انت صاحبتي ماشي انا صاحبتك عم تركز عم بركز اليوم عيد فالنتاين وماني مصدق تيجي صاحبتي تقدم لي الورود لانه كثير بشتغل اوكي انا كثير بحبها انت ما بتعرف انه هيدا اللقاء هيدا اللقاء بالنسبه لي شو حلو يلا اوكي انت صاحبتي اتفقنا اتفقنا يلا حياتي حبيبي حياتي حياتي صار لك شيء لحظة لا ما صار لي شيء خليك حياتي قاعدة بس بدي خبرك شغلة بليز بس إنه ركزي معي يا معك الله معك. إذا أجيتوا بني مرة شو بدي أعمل إلي إلي خلص بليز. هلأ أوكي ركز ركز أوكي. معي ماشي حبيبي بتذكري من ست أشهر لما أول يوم تعرفنا على بعض حسيت هالشعرات شعرات شعرات حرير عيونك عيون حلوين ليس خلص كنت خليني اتدرب صح بعدين بتقول له شعر انا إيه؟ والليل كشلال الحرير ياخذ في السبيل الذي ياخذ معقول هيك بدها تقول لصاحبتك شو بتفكر يا حبيبي متوتر متوتر ليش بقول تمسك له ايده بتبلش تبوسها أنا موتر أنا بحبك بحبك يمكن أنا كلماتي ما يكونوا ركبين على بعض بس أنا بحبك بحبك بموت عليك أنت بس حسي أنت بس وهون أنا بحبك هون ريشار بيقرر يعلم جهاد كيف لازم يرقصها يلا اسمعني شوي اللي اللي حبيبي فبيروح على الراديو بحط غنية سلو ببلشوا يرقصوا يلا أوكي خليك معي شوي موتر إيه كتير الصبايا آخر مرة آخر مرة رأيس هيدي اسمع شو الزبين هودي؟ موتر 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 عن جد مش يلا أوكي. كل الصبايا بيحبوا الرقص أوكي. اوكي شو لازم اعمل؟ لازم ندور هيدا الشيء وبعدين بس تجي تتطلع بعيونها تلقط لها ايديها وبترقصها سلو شوي شوي مول مثلي اوكي انت المرأة؟ حط راسك هون انا مين؟ لحظة بدي لحظة هلا مين من لحظة أنا بحط إيدي ولا أنت بحط ولا هي بتحط إيدها أنا بحط إيدي ما حدا بحط إيده ما حدا بحط ما حدا بلا إيدين أوكي بلا إيدين وريشار بيعلمه وين لازم يمسكها وكيف لازم يبرمها وبيمشي الرأس الأنتيم بس يا ريت تقبل إنه هيك عبطة يا ريت اسمع شوي اسمع شوي بس تصيروا عم ترقصوا بعد اول غنية بوسة بتبعد عنك هيك بعدها هيك وبترجع بتبرمها هيك 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 انا ببرمها ولا هيك انت عم بتعلمني ولا انا عم بعلمك اسمع شوي قبل ما توصل يلا ليك المرتين تروحوا بتبرمها وبعدين بتقرب عليها هيك بتقرب عليها وبتوشوشها شي حلو بدينتها انا بحبك كثير انت بتوشوشها مش هي انت مين انا انت وانت هي انا هي اوكي انت هي وانا انت طب يلا اوكي وبعدين بتحط ايديك هيك على اللوف هاندلز هون اوكي بتشد شوي ليك بس سؤال سؤال انت كاي شيء لانه حاسه كثير عم طرق وبيطلع ريشار بجهاد وبيقول له هلا الوقت اسمعني منيح قل لي هلا صارت اللحظة لحتى تتقدم لها ايه لازم تركع على اجريك اوكي يلا اوكي لحظة قرب بتقرب لعندها هي أوكي. حتعمل حالة منا منتبهة بتقرب لعندها يلا لحظة بس بس لحظة شوي انا بلا دو يو ماري مي قرب لعندها هي حتعمل حالة مستحية حبك دو يو ماري مي وبهاللحظة جا جا اطلع لحظة رح ارجع اطلع ساعدني ساعدني اطلع لحظة شوي اوكي خليكي هون دو يو ماري مي لا على الارض بدك تطلع لقدام لانه ضروري تكون حد الشامبين طيب كرمال بس تعترف لها وتقول لك اوكي تشربها شامبين وتدفع لها مصاري تنضل نشتغل تنضل فاتحين المحل بليز ساعدني ما انا ما ولو ما وبهاللحظة بتفوت روزالي صاحبته لجهاد وبتشوفه هيك وبتصرخ عم بتخوني عم بتخوني وبقدم لها روح هلا بحبك ولا روح انا كمان هيك صارت
ولا ولقطتك مع نسوان بس اول مره بلقطك مع رجال. دوموزيل اي دوموزيل انت دوموزيل ما تفهمني غلط شريتك لحظه سوري ما حبيبتي بس بتبلش تبكي بتبلش روزالي تبكي وبتعمل انهيار اعصاب وتكسر المطعم وتفقع البالونات لا لا والله ما قصدي لا انا ما بقبل بهالخياني ما بقبل بهالشيء اللي شفته ابدا حبيبي بس قال لك شغله دمازيل خليني اقول لك شو كان عم بيصير خليني اقول لك شو كان عم بيصير كانت عم علمه شو يعمل كلي كلي بدك تكسر المحل بدك تكسر المطعم خلص ما عم غلط يا ربي يا دمازيل روح شوي روح شوي يا دمازيل حبيبي والله انا بس لك شغلي لحظة عم بتخوني معه طب افهميني لك شو بصير في شيء يا دمازيل هو قرب علي وعبطت انت شو بعمل؟ وليك انت وياه هون؟ ليك انت وياه سوا؟ وهون ريشار بيطلع بروزالي وبيشوفها قديش قوية وبينغرم فيها ما تصدق روزالي شو في؟ مش شايف أحلى منك بحياتك لك شو في؟ وبيركض عليها وبيسألها بيركع قدامها وبيسألها إذا بتتجوزوا بتتزوجيني؟ روزالي لتقهروا روزالي لتقهروا لجهاد بتقبل وبتغمروا لريشار بتتزوجيني؟ لحظة على الوقف ولا على النايم؟ بالأول على الواقف بعدين على النايم روزالين نعم تتزوجيني؟ هلا يا أنا بطلع يا أنت روزالين اتركيني إيه بدك تقهريه أنت خرس خرس اتركيني خاين يا عيب شو معلك؟ خاين يا عيب شو معلك؟ هيك هيك أنا بقبل ما اتركيني أنا أنت سكوت ببلش جهاد يبكي وروزالي بتنبسط لأنه جهاد عم يبكي خرجك الله لا يرسلك أنا بس بدي أقول لك شغلة شو بدك تقول احكي يلا خلصنا شو أنا يلا من الآخر بقى أنا كنت عم بعمل بروفا إنه كيف أنا لازم أقدم لك ليدا بس حبيت نسيها شو؟ حبيت لريشار بيقرب بده يبوسه لريشار بس بيهرب ريشار اكتشفت إنه أنا بنتمي بتنتمي ولا بتنتمي؟ بتقري بدك تبوسه للشيف ريشار وريشار عم يهرب لا بصير جهاد لا ولا ريشار تعال وروزالي بتلحق جهاد تيرجع لها والعاني والليلة شلون بيرجع ماريو بيروح مع روزالي بعد بريك ضيوفنا عم يلعبوا بالأحرف وبنشرة الأخبار والختام مع ضيفنا آدم نرجع بعد البريك مع حلقة كتير مجنونة من الليلة مجنون والنكست جيم هي أبجد هوز هوز عنا جيهان سعد وإلي شو القصة القصة اجا فالنتاين وبعد ما عندك ديت لفالنتاين وتحشين عليك هالشبين بدك تنقي بيناتهم بس مشكلتهم واحد بطيء وواحد سريع وعم بيتباروا مين بده يقدر يشدك انت السريع ما لك عازي لا انا سريع بس بالحياه ولك انا بعرف انا بعرف انا اللي بنقي انت شو بدك انت حياتي الي لا فيني اخذ الاثنين اي هيك بدك بطيء بعدين بيسرع شوي يلا اتنشن بنبلش مع جيهان بحرف الابي سي دي من كفي ان دو تروا جو جيهان انا اليوم جمعتكم كرمال بدي لك انه انت صرت كثير حلوه انا اول ما شفتك هون كثير حبيتك دغري استمك بلع النفس ما له طعمه سريع كتير بكل شيء وما بينعز
خديني انا ضيعتوني اثنيناتكم لحظه انه هلا اذا ما عندك شيء بعدهم فينا نروح نقدر نشرب لنا شكاسي وحال فوفو خلاص عم بحكي معها على المخلوقه شو بدي جيتوا اثنين رجال طلعتوا فوفويات هلا انا قلت لك انه فينا ممكن يكون قطع سريع بس انه مش بكل شيء سريع انا ايه انا لما اكون عم بحكي بهالطريقه انا مش يعني فوفو انا in contact with my femininity يعني انا اللي بدك اياه يعني انا اي كادل جماد after. جماد جماد انت وياه جمادو هلا شوي شوي بدي اشوف مين بده يقنعني اكثر انت شوي انا كل يوم بيجي لهون لحتى اشوفك لانه انت من اول مره فتي على المحل انا كثير حبيتك لا 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 عم بكذب كثير عم بكذب كثير هيدا الزلمه كان كل وقت يتفرج علي انا عم بتفرج عليك ما انا نهار التنين الماضي لما كنت لبس البنطلون الاحمر وهيدا الشيء هيدا الابيض اللي فقت كثير اوه شفتي شو فيلجير هيدا ما بده حب هيدا بده يعني انا بدي حب انا بدي حبك بدك مش حب انت بالذات بدك قلت له انا هذا الشيء بس هو ما صدق لانه انا قلت له انه هي بتحبني الا انا بس اصلا انا ما شفتك حبيتك رفضت مره عم اخرته وهلا عم فكر اعمل زيت الشيء واذا ما نقيتيني رح ارفسك الك صبته على الارض بعد الرفس صبته طيرني اربع امتار بس جيت انا وقعت رجعت جيت قلت له انا بس ما انا بحبك يوتيروس صار عنده من بعد الرفسه تبعي فاش والله انا قلت له انه انت حتقولي عنه هيك والله انا قلت له انه حتقولي عنه هيك بس انا ماني مثله هو بس هيك انتبهي اكس اخت الكذاب انا عم اقول لك انا عم اقول لك هو ما له عازه يو ما لكم عازه اثنيناتكم صراحه يعني زبطيها خلينا نطلع نسهر هيك نخلنا شكل سوا انا وياك لانه لا 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 يو ما لكم عازه حياتك لا من كبير لا سعد لا إلي ولا جيهان And the next game is نشرة الأخبار بنشرة الأخبار بدي أعزم السيد إلي متري على البلاتو يلا ليه عم تضحك علي بعد ما عملت شيء اللي متل بدك تقرا لنا نشرة الأخبار تعبي محل ثلاث نقط كلمات بتبلش بحرف الكاف كلهم؟ كاف على وجهك كلهم بالكاف أوكي؟ attention ready for the metry يلا 1 2 3 go اهلا بكم مشاهدينا واليكم هذا الكشتبان الهام تمكن مسعفون من مدينة كركلي من مساعدة المواطن عبدو كمخة بعدما علق كرعونه في غصن شجرة وقد نقل إلى المستشفى لمتابعة كلاويه الصحية من جهة ثانية نزل مئات الكبيبات إلى الشوارع في تظاهرة كبيرة للمطالبة بدعم الكفتة في كلمة فيني أولى وانت للمطالبة بدعم كبير وتخفيض سعر كفتة وقد رفعوا لافتات ضخمة وفي أخبارنا الرياضية أحرز منتخب كفر أجلك فوزا كبيرا في بطولة كيلو أجلك الثانية للناشئين وتغلب على خصمه منتخب كرة بركلة جزاء حاسمة من المدافع في الختام لا تنسوا أن تتابعوا الليلة برنامج كلنا سوا مأكلين الضرب مباشرة بعد الأخبار يليها المسلسل المكسيكي كيلي كالا وكما اعتدتم نختم نشرتنا بمثل اليوم الذي يقول بالإيد العشرة على لا بلعني مدري برافو برافو
انت عم تضمن اني انا ما اطلع على الجنه، انت كل ما تجيبني عم تبعدني ثلاثه فرسخ لورا عن الجنه. ليه انت محلك بالجنه يعني؟ عم بتامل خير انا، امي بتضل تدعي لي فانا يلا قول. And the next game is انسان حيوان وشيء. بإنسان حيوان شيء بدي أعزم إلي وهشام يتفضلوا. مين الإنسان؟ أنت الحيوان. أوكي أنت بدك تعملها بحرف الهاء، بدك بدنا نكتب كل هدول القصص، أنت بحرف الهاء، أنت بحرف الخاء. خي خرمبع خرمبع خرمبع. اوكي بلش من هالميله، اني ببلش من هيدي الميله. يلا اتنسيون، يلا عندنا سبق لك انا بدكم تعجلوا. 1 2 3 توب. زعبير حيوان. شو هالشيء؟ هيدا حيوان. كفي هوني ما تمحيله. خروف. خلصت. ايه بس كيف الزعبير هيك؟ شو؟ لا انت اصعب منا بس زعبير. شو عملت؟ شو عملت؟ اوكي شو عملت؟ مش انت كنت عم تكتب لي على قفايا؟ لا بس انه الخبريه انه شو اسمه؟ يلا هات شو؟ لك هنا كلمه بتتمعن هبره. قوية. خرايب. خرايب بتتمعن ولا؟ خرايب بتتمعن؟ بتتمعن. شو بتتمعن؟ خرايب. خرايب عليك؟ خرايب فيك. ايه بتتمعن. خرايب فيك بتتمعن. منطقة لبنانية هيتلا موجودة؟ ايه شو بدك فيها؟ هلا بنعمل لها جوجل. خربت انا خربت سلم. سلم؟ خربت سلم. سلم هيدي موجودة؟ عملت لها سلم مسكون. ايه اسم غنية هو يا ابو الهوارة. يا ابو الهوارة خدني معك. اوكي برافو. هدية للشريك. خلخال. هدية؟ هدية هيدي المحل. خلخال هيدي بتخسر. ليه؟ شو هدية هدية؟ هدية. رجال أعزب. هادي. مين هادي؟ واحد جارنا بعده أعزب صار عمره 50. أنا اللي محالي خليل. خليل من اسمه خليل. أعزب كان... هيدا اثنين تكون خسرته فيها. لا خليل ولا مين خليل أعزب. هيدا بوجه بيت أم خليل، عرفت كيف؟ خليل ابنه بعده لحديت هلا بالبيت. اكيد اكيد اكيد. هون لكل اللي بيعرفني بيعرف انه خليل جاري. تلفن له خليل. ايه دق له. الو خليل. ما صرني شي 10 سنين. كيفك خليل؟ عرفتني. مسلسل مكسيكي. هلي علينا يا ماريا مرسيدس ذا ريفنج. شوف كيف جيتهم فكره للمكسيكيه هلا انت. خوليو. خوليو خلصت هيدي هي. ولو خوليو اسم مسلسل مكسيكي. مسلسل قصير هذا شو 3 حلقات. خوليو انا مدبلش فوق ال 50 مسلسل مكسيكي. خليو علينا. خليو علينا. هيدي بتخسر. هيدي بيخسر. هو اسم طبخه هليون وبيض. هيدي ما انا طبخه بس الهليون. بلا بلا انا بعكار باكلها. خرنا بيض. خرمي. هيدي بتخسر. هيليكون. هيليكون كاليجولا. هيليكون. 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 كي اتش. لا عم بتزعبر كثير. عم بتزعبر كثير. عم بتزعبر كثير. هيكل. ايه شيء. هيكل. شو هاي؟ خريطة. خريطة منيحة. هدهد خروف هشام. هادي. هادي سرقها عني. أنا كتبت هادي هون هو بالآخر. لا والله ما انتبهت له ما شفتك. مين ربيع؟ لحظة مين ربيع؟ لحظة لحظة هادي هشام. هشام اثنيناتكم. لا 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 شو؟ اثنيناتكم فاشلين. تعتير. هشام ربيع هلا جينا المعلومة من فوق. هشام ربيع. لا جاي
زعبرت لأنك أنت زعبرت لأنك زعبرت أنا وين زعبرت أنت زعبرت أنا نظفت له قعد محلك يا زعبير لا بلاقي دم بس شوف التاتو ما اجمله على رأسه بس ماريو في شغله ما فهمتها ابدا ماريو بس منيحه فكره تكتب لك على رقبتك لحظه لحظه هادي بالخاء هادي بالخاء خادي هيدا خادي هيدا روسية غلط وخلكو غلط وخربيت غلط ويحرق يحرق لا لا ما نحن انتوا اثنيناتكم مشين لك زعبرت نحن شو هيدا قصاص؟ ربحنا ما قلتولي بالأول شي قصاص ما قلتولي قصاص أنا بدي أرفع شكوى هلا الجامعة العربية كلها بدي أجيب عليك خادي نيكولا 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 مزهر ما خبرتنا شو عم تعمل هالفترة وشو مشاريعك؟ هلا عنا مسلسل على ام تي في أبناء وقتلة أبناء وقتلة يعني في سسبنس وأخبار بلبنان نحن مش عايشين هيك شيء بلبنان كله سسبنس وقتل وأخبار يلا بحب لكم انا هابي فالنتاين للجميع شو عاملين على فالنتاين بالبيت ولو شاب حلو جقل مثلك اما بالبيت بالبيت كل شيء بيصير ماريو اما هلا بدنا نستقبل مطرب الحب بالغنية الثانية بدنا نختم الحلقة مع مش مع إلي متري مع آدم صدقت مش هم راح الوقت قلبك لك خلي قلبي بإيديك حرق صدقت ما صدقت مش هم راح الوقت قلبك لك خلي قلبي بإيديك حرق وموجوع مش موجوع مش هم تبكي دموع ودربي البط من يوم ما في رجوع وموجوع مش موجوع مش هم تبكي دموع درب البعض تمشي من يوم ما في رجوع وما في إلك بكرة ولا صورة لا ذكرى وبالقلب ولا دقة وبالبال ولا فكرة وما في إلك بكرة ولا صورة لا ذكرى بالقلب ولا دقة وبالبال ولا فكرة عمري سرق مني سرقة والباقي بيعوم غدر الدنيا بعينيك مصدوم فيك وقفت
حبيتك ومعرفت انك اناني وسام قدر الدنيا بعينيك مصدوم فيك وقف وموزوع مش موزوع مش همت درب البعض تمشي من يوم ما في رزوع وموزوع مش موزوع مش هنتبك دموع درب البعض تمشي من يوم ما في رزوع وما في إلك بكرة ولا صورة للذكرى وبالقلب ولا داهة وبالبال ولا فكرة مش هم راح الوقت قلبك إلك خلي وقلب في إيديك حرق هشام أبو سليمان.